صدق على مشروع بروتوكول تيباك لنقل تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من شركة ليدك إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء حيث سيتم التداول في شأن نقل تدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء السالف للشرب والكهرباء والتطهير السائل من شركة ليدك إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء. إذا غير كخلاصة طبعا سوف أمرر الكلمة للأخ أبو الغالي باش يمكن له يعطي ما تم التداول فيه هذا الصباح في اللجنة، ولكن لا بأس من التذكير على أن في إطار تقديم خدمات عمومية حيوية واستراتيجية للمرتفقين تم الاتفاق على إبرام بروتوكول اتفاق بين الأطراف الثلاثة التالية: مجموعة الجماعات الليبيانة، شركة ليدك، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات دار البيضاء سطات. حيث للتذكير كان هناك قرار السيد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية سوف تبتدئ فعليا الاشتراك ابتداء من فاتح أكتوبر إن شاء الله، وهي أول تجربة للشركة الجهوية على الصعيد الوطني. فنحن كمجموعة الجامعات لأن كل ما قدمتوه من خدمات من دورات استثنائية من بروتوكولات ومن صداقة على جميع الاتفاقيات تم الحمد لله في مدة قصيرة يعني تجاوز كل الصعاب، وبالفعل العمل ديالكم هو اللي كيبين اليوم على أن الشركة الجهوية الدار البيضاء سطات للتوزيع غادي تباشر العمل ديالها بصفة رسمية ابتداء من فاتح أكتوبر. هاد الاتفاق جاء على شكل بروتوكول فيه 12 مادة، فنظن أن الدولة فيها هاد السمحية. ففحوى البروتوكول هو على التالي: فسخ عقدة تدبير مرفق توزيع بالنسبة لليداك مع مجموعة الدار البيضاء المواصل الدار البيضاء الكبرى اللي كانت هو يعني لو كونطرا كان بدا ب 1997 اليوم ينتهي ابتداء من فاتح اكتوبر. كانت العقدة قانونيا كانت خصها تبقى حتى 2027، اليوم يعني تم فسخ، غادي تفسخ العقدة لأن الشركة ديال لاليداك غادي تدمج الشركة الجهوية، وبالتالي لن يصبح اسم ليداك وغادي تبقى غير الشركة الجهوية، وهو البروتوكول اللي اليوم اعتمدته. إذا فسخ عقدة تدبير مرفق توزيع يعني راه كاين فيه كل ما تم فيه البنود، تاريخ دخول الفسخ حيز البنود والتنفيذ، ودخول الفسخ حيز التنفيذ ويتضمن هذه المادة مجموعة من البنود التالية: أولا نقل تدبير مرفق توزيع إلى الشركة الجهوية دار البيضاء سطات الجديدة سيدي بن نور كل الجماعات والعملات التي تدبر هذه اللي هي في الجهة سوف تشمل نفس الخدمة، يعني مابقاتش خدمة سميتها ليداك في الدار البيضاء وأسماء أخرى، فلا غاداج لا غاداك لوينو كل شيء غادي يدخل اليوم وغادي تسمى اسم واحد اللي هي الشركة الجهوية لتدبير التوزيع. استرداد أموال مرفق التوزيع يعني كل ما تم يعني كاين واحد لوديت فينانسي اللي تم وغادي نسترجعوا جميع الاموال اللي اليوم كاينة في مرفق التوزيع. استئناف عمل مستخدمي مرفق التوزيع 4600 مستخدم هي اليوم اللي غتشرف عليها الشركة الجهوية، واللي غادي تكون طبعا تحت هي اللي غتقوم بهذه الخدمات. فمستخدمي ليداك عن اكملهم تم نقلهم للشركة، مستخدمي لغادة، مستخدمي لغادة كيلوين، كلهم هاد المستخدمين تم نقلهم إلى الشركة الجهوية للتوزيع دار البيضاء سطات، ما عدا طبعا المدير ديال الليدك، انتهى في المهام ديالو، واليوم هناك مدير جديد اللي طبعا عبر العملية ديال يعني لونتروتيان تم طبعا انتقاء هذا المدير اللي غادي يباشر العمل ديالو مباشرة بعد التداول في مجلس الإدارة. طبعا التزام التعاون
البروتوكول اللي شفتيه وراه فيه على ان جميع المعلومات دو سيستم دافورماسيون لي زوسي كل حاجه غادي تنقل بصفه تلقائيه للشركه الجهويه يعني دون والحث على ان جميع المعلومات يتم النقل ديالها لي كليون ديال لاني دي كلهم غيكونوا ولا اس ام ام اون تو فيديليتي يعني لو سيستم دافورماسيون دو روم ماتيم غادي تنقل وما غادي تفسخ لا ليدك حتى تكون يعني جميع المصادر القانونيه تخذت بعين الاعتبار ومرت في احسن الظروف طبعا ايضا دونك ما غاديش تحل مباشره بعد لا اس ار ام ولكن حتى جميع المصادر القانونيه تكون استوفت ما يجب استيفاءه من قانون جانبي العمل في منظومه المملكه المغربيه انتقال التدبير والاستمرار ديال مرفق التوزيع خروج الشركه المفوض اليها بعد نقل مرفق التوزيع الاشعارات البطلان القانون المطبق و12 تسويه المنازعات في حاله اذا ما كانت هناك منازعات فوزاره الداخليه تبقى البديل من اجل حل هذه النزاعات إذن هذه هي كانت أهم المواد اللي كانت جات في هذا البروتوكول داكور ديال نقل التوزيع من شركة ليدك إلى الشركة الجهوية وبذلك تكون هذه الشركة الجهوية هي بالفعل يوم جهوية لأن عندها نفس الرؤية نفس البرنامج نفس المستخدمين أكيد صباح راني كل شوية كنجنا إخوان تكلموا على ريجيم دو روتريت اللي غادي يكون مختلف والتسعيره ايضا راح تكون مختلفه ولكن هذا الشيء ما غاديش يبقى بزاف في حين على ان الشركه يعني تولى زمام الامور وتقدر تبدا وتقدر تكون عندها رؤيه موحده من اجل المستخدمين يعني اكيد غادي تقدروا تسمعوا على ان في الاول يا بلوزيغ ريجيم ولكن هنا كانت وعود من وزاره الداخليه باش من بعد شويه بشويه يعني هادشي يتحل فاللي اكيد هو اننا اللي حريصين عليه اليوم وهذا دورنا حتى حنا وهو ان نقل يعني الكتاوات ديال المستخدمين تنقل والامتيازات اللي كانت عندهم في كل اصلاحات بقى عندهم بس الناس كنت تحسن وكنظن على ان لجنه الشؤون الاجتماعيه كنا هذا هو الدور ديالها هو اننا ندافع على المستخدمين واننا نواكبهم وهذا وعد منا المستخدمين ديال لا اس ام ام على اننا تكون مواكبه غيكونوا اقتراحات من طرف لجنه الشؤون الاجتماعيه علاش كندوي على لجنة الشؤون الاجتماعية لأن معروف أن هذا القطاع بالذات يعني عنده واحد الشبكة اجتماعية جد مهمة كاينين دي كوز في المغرب كامل كاين واحد المجموعة ديال يعني كنظن أنها من بين الشبكات اللي جد نشطة في المجال الاجتماعي